وتعرفوا هذا الطفل 11 سنة والوالد والوالدة ديالو مساكن كيطلعوا الأولاد. هذا غير خصني قبل ما يتحكم عليه بالإعدام. لن ترتاح إلا بتنفيذ الحق. كتجيب بنتها ولا ابنها كتبقى في الباب المدرسة حتى تخرج بنتها ولا ابنها. إيوا كيف باش نعيشوا هيدا؟ بالنسبة الآن أن القضاء أنهى مشواره ووضع الملف بين يدي صاحب جلالة. فاحنا الآن لا نعتبر كنعتبر بأن الملف في يد أمينة أمانة مطلقة. فننتظر اللي مش يصدر من عند من من يعني من عند صاحب الجلالة مش يكون هذاك هو الصائب. من هذا أنا ما نظنش شي واحد فيكم فين غتكون واش في الصف ديال العائلة أو اللي في الصف ديال هاد الناس اللي كيطالبوا بإلغاء عقوبة الإعدام في هاد النوع ديال الجريمة. بغيت نعرف شنو رأيكم. الصف ديال العائلة 100%. إذا هادشي هذا واضح. العائلة باش نتكلم معك اسمعني لن ترتاح إلا بتنفيذ الحق. وتعرفوا هاد الطفل 11 سنة والوالد والوالدة ديالو مساكن كيطالبوا الأولاد. هو الطفل الأول في الأسرة. كيف باش تكون الحالة وكيف كنطلبوا من هاد الناس؟ أنا نقول لك الواقع يعني أديت هاد الرسالة في هذا الملف وأنا مرتاح. علاش؟ كنقول الحمد لله اللي ما وقعش شي حاجة لا للأم ولا للأب. راهم كانوا نفسية راه غادي تكون تمنيتكم تكونوا شفتوهم وتشوفتوا الحالة ديالهم كيف كانوا في اللحظة اللي وقعت. اسمعني قلوبنا كانوا معاهم. راه يعني حنا ما ارتحنا بعدا حتى السيدة كتقول ما تعيشي في هذه المدينة هذه فضينا يعني في الدار يعني قطعت الأمل نهائيا. كنقولوا الحمد لله اللي رجعت لها الآن المكانة النفسية يعني وارتاحت نفسيا انها تجلس. ما نقدرش نصبر شي لازم. هو ديما كان كيكرر لي كيقول لي ولدي هذا ان هذا غيقتلني قبل ما يتحكم عليه بالاعدام. اذا هذا السيد هذا عنده ماشي غير واحد ضحيه. هذه الضحيه الثانيه وخلى مآسي. بالنسبه الان ان القضاء انهى مشواره ووضع الملف بين يدي صاحب جلالة. فاحنا الآن لا نعتبر كنعتبر بأن الملف في يد أمينة أمانة مطلقة. فننتظر اللي مش يصدر من عند يعني من عند صاحب جلالة مش يكون هذاك هو الصائب. شوفنا في الباب ديال المدارس في الايام اللي وقعت الجريمه هنا في طنجه امهات ما كيمشيوش ما كيغادروش المحل الباب المدرسه. كتجيب بنتها ولا ابنها كتبقى في الباب المدرسه حتى تخرج بنتها ولا ابنها. ايوا كيف باش نعيشوا هيدا بهذه الطريقه؟ كانت جريمه وقعت لما كتوقع المدينه كامله كتجيب الخبر بان شي جريمه وقعت كانت وكانوا الناس كيهودون الجنايات ديال طنجه باش يشوفوا ديك القتل ديك الانسان اللي قام بهذه الجريمه هذه. اسمعني الان هناك تنوع في العمليه ولكن بالنسبه لي انا اشنع جريمه اللي شفت هي هذه الجريمه هذه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.